كانت جاهزه النهارده، النهارده 12 شعبان تيجي تاخد التعاون. يا عم انا هكسب 5 جنيه فعلا. عيالك عيالي خدهم بقى من غير حاجه. 10 جنيه للتلاته. اكبر فانوس عندنا هو فانوس السيفي، وده بيتراوح سعره من 50 جنيه، يعني هو زاد اقبال عليه بعد ما ترشح في الانتخابات وبعد ما فاز بالانتخابات، بس يعني الصنعه خلصت خلاص، فده اللي عندنا بنبيعه حاليا والاقبال عليه زي. بعد كده عندي الفانوس اللي هو بشمعه، ده بتاع الاطفال سعره 10 جنيه اهو، بيتحط الشمعه هنا، وفي اشكال منه كتير اللي هو باب. بعد كده في اللي هو متناول الطبقه الوسطى اللي هو ده بتاع اسمه فانوس طنطاوي، ده سعره برده من 40 جنيه بيبدا. وبعد كده في فانوس اللي هو اعلى شويه برده ينفع للبيت او للبلكونه او للمحلات، ده بسعره ب 50 60 جنيه على حسب الجوده بتاعته. ده فانوس الفندق بقى بيبدا من 200 و300، وحضرتك طالع ده للفنادق الكبيره والمحلات، ده الاقبال بيزيد عليه في خلال شهر رمضان. الشغله دي بقى لسه انا ابويا موجود حيا يعني، بس هو اللي شغال فيها، واحنا برضك هتبقى وراثه، لان ابويا وارثها من ابوه ومن جدوده وجدود جدوده، يعني بتتعلم وراثه. والوقت الفوانيس عادة بتتطور دلوقتي، بقى في حاجات احدث من الاول. وفي فانوس دلوقتي معمول السنه دي جديد اسمه فانوس السيسي، هو اللي عليه الاقبال جامد يعني، عليه اقبال. في طلبه بقى ب 50 جنيه وصل ل 80 جنيه، وفي زبون بيدفع في 100 جنيه، وفي اللي عايزه ب 120، كله عايزه. عليه اقبال جامد. احنا عملنا الفانوس ده من قبل ما يعني ما ينجح ويمسك المنصب رئاسه الجمهوريه، بس بعد ما مسك الاقبال زاد عليه، يعني حتى سعره وصل، كان وصل ل 100 جنيه، بعد ما الاقبال ونجح نزلناه ل 50، زاد عليه الاقبال اكتر في كل مدى، بس الصنعه وقفت، فدلوقتي اللي موجود هو اللي بيتباع. ايه